السلام عليكم ورحمة الله، في قناة عبد الصبور. مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. مصطفى معزوزي، اليوم ما عادش نتكلم أنا كثير، بس كنت تكلمت وتكلمت منذ انهزامنا البارح وأنا نتكلم. حطيت شحال من الفيديو على ما أظن قريب 10 فيديوهات، قريب تقريبا، والله ما حسبتهم، مي تقريبا. اليوم راح ندير لكم فيديو تاع مصطفى معزوزي، اسمعوا واش يتكلم. الفيديو الأول الدخله اللي عجبتني هنايا. شوفوا الدخله تاع مصطفى معزوزي اليوم، قال لهم شابو ليكم، ومن بعد نروحوا لفيديوهات اخرين نزيدوا تسمعوهم كاع فيهم دقيقه باش نسمعوهم بالوحده ونزيدوا ندوا من عند مصطفى معزوزي اللي كان يتكلم من قبل وكان على صواب. فينالمون على صواب خاوتنا الكرام، تابعوا معنا الفيديو الاول. قوى الشر اللي داروها المجتمعين باش نوصلوا لهذه النتيجه الحتميه. يعني هما اليوم نقولهم لنا شابو، برافو عليكم، فوزافي ريوسي فوتر سال بوزون، نجحتوا وصلتوا الى المبتغى. اليوم بالماضي ماهوش مدرب وطني. على بالك انا مصطفى معزوزي عندي واحد المقوله شهيره والله غير نديرها بزاف، سي فرصه ان شاء الله ربي يكون معايا، والله ما اشهد اني كنت مع الحق. ياك قال لك ديسونون دي لا لا انهزم ابدا، اما افوز اما اتعلم. والله انا اشوف سبحان الله، مش قلت لي اخرج، قلت لك بلي كاين الكومبرو يروح حتى لاكان، هما لوبجيكتيف ليكيب ناسيونال تيرمينا في البرومي تور باش يحاوزوا بالماضي. هذا هو هذه هي الفيديو تاعهم مصطفى معزوزي. ان شاء الله نعطيها لك بالصفه الرسميه، ولا راني نكذب ان شاء الله ما نوصلش لتيزي وزول باري. هكذا هذا الفيديو الاول تاع مصطفى معزوزي يتكلم فيه، وكان يتكلم حق، قال لك قوى الشر فازت على سمع على حاجه اللي كانت مليحه للجزائر. هذه هي خدموا هو واش راهو يقول. قال لك خدموا داروا ان كومبلو على بالماضي باش ينحيوه ويخرجونا من برومي تور. الله يهديهم والله يهديهم. هذا واش نقولوا، ما نزيدوش نقولوا كلام فوق هذا الشيء. زيدوا تابعوا معنا مصطفى معزوزي واش تكلم على خليفة جمال بالماضي. اسمعوا معنا واش تكلم على خليفة جمال بالماضي، ومن بعد يتكلم على اللاعبين اللي راح يعتزلوا. خاوتنا الكرام، نجيبوا لوطرين ولا مصطفى ياك نياس الحشيش لي دي سالير تاع 2000 يورو برك، دي سالير تاع الماضي. نجيبو ان اونترينور ياك لي يهضر ساعة ونص في الايروبور ويحترم الصحافة، مفيش مشكل، مي بوزي لو لاكيسيون 10 خطرات معليش. نجيبو لونترينور لي قبل نديرو لو ليكيب، نجيبو لونترينور لي قبل يتعامل مع هاد العصابة لي راهي تنحب في المدربين وحتى في حتى اللاعبين يتغذيهم. هاوليك المواصفات تاع المدرب القادم يعني يريدوا اداء النجاح. مصطفى شوف يا كون اونترينور ولا اي حاجه، ولا بيسك دركا كيما قال لك راهي ديمقراطيه وكلش، راه في الاتحاد يوم داروا لو كوليج دي زونترينور قال لك حنا نعود نشاوروهم، ولا يشاوروا اسمه لو كوليج دي زونترينور ويشوفوا كان لو كوتشي. مصطفى باسكو لو كوليج دي زونترينور هذا مصطفى ان كوليج، سمعت ان كوليج دي زونترينور ان كولاج دي زونترينور لازم يكونوا فيه دي زونترينور قدم ولاعبين قدامى قدم. هذا هو لو كولاج دي زونترينور. لكن شوفوا مصطفى معزوزي واش تكلم في هذا الموضوع. زونترينور ولا كاس مزيان يغي، ولا كاس محي الدين خالف، ولا كاس سعداء، ولا كاس مصطفى بسكري، ولا كاس بن زكري، ولا كاش منا، ولا كاش ماجر. انا كل ما سي با كولاج دي زونترينور، سي تيني كولاج دي زونترينور. هذا كولاج افرين ليكول. هذا هو الفيديو الثاني، راح تزيدوا تسمعوا الفيديو الثالث تاع مصطفى معزوزي. شاهدوا اول ما قال مصطفى معزوزي عن اقصاء الفريق الوطني والمتسبب الاول في اقصاء الفريق الوطني. ما غلطنيش في الحال، باسكو قلت الفريق الوطني لا يستحق المرور الى الدور الثاني. هذا خطا، لا عندي ترى نتائج مباراه. اسمح لي، لا خطا 100%. أنا ما نتكلمش بالعاطفة جوستومون، باش تعرف شكون هو مصطفى معزوزي ما نتكلمش بالعاطفة، وما تنتظرش مني، وحتى الشعب ما ينتظرش مني نغير رأيي أنا بالماضي. والله ما نغير رأيي أنا بالماضي، وأتمسك بشدة، والحمد لله كنت الصوت الأول أخويا مصطفى،
كنت الصوت الاول اللي تيري تراسون الدار قلت لكم يا ان كومبلو كونتر بالماضي كاين حرب قذره ياك ضد بالماضي باش اليوم واللي اخفاق باسكو اخفاق كاين بزاف عوامل وكاين بزاف مسؤوليات ياك العامل الخارجي اثر كثيرا على الجانب التقني ياك مصطفى تسمح لي سي اون عايش اليوجوردي 99% سي ا كوز دي بارامتر دي فاكتور اندوجين و اكزوجين هكذا نبدا لك بالعقل بالعقل كي تشوف فريق حضر جيدا في هذا كي تشوف فريق في التصفيات مخسر حتى المقابلة التعثر الوحيد أمام تنزانيا كنا فزنا يعني ندخلوا في التاريخ يعني 6-5 خمسة على خمسة هكذا ستة على ستة ستة على ستة تسمى شحال 18 نقطة دخول قوي في تصفيات كأس العالم 2023 خويا مصطفى ما انهزمنا ولا في مقابلة كنا يعني متحضرين تحضير جيدا لهذا الكاس لكن مصطفى خلينا النهائيات بالعقل بالعقل باش هنا خوتنا ما خلاش يتكلم والله ما خلاه يتكلم يعرف يدير استنتاجات يعرف يدير خلاصات قلت لك بدينا جاء رئيس جديد للفيدرالية تفاهم مع الماضي يعني كيفاش يحضروا لهذا الكاس هذا تفاهموا درنا تحضير في البوربو باش نتأقلموا مع الجو داخل بارك الله فيك التحضير في البوربو كان جيد التشكيله ما وين الجزائر اليوم ما لازمش نقولوا دوبل فاس وما لازمش ننساو واش كنا نقولوا ولا لاعب ولا جزائري يقول لي التشكيله هذه ماشي مليحه هكذا صرا دي بوليميك كاسمع اسمح لي صرا دي بوليميك انا مثلا كنت ضد بلاعب مثلا هكذا مرحبا خير مثلا كل جزائري عنده الحق يعبر رانا في الديمقراطيه الجزائر الجديده حرية التعبير ممارسه دستوريه الحمد لله دونك قلت لك في التشكيله ما كاش مشكل في التحضير ما كاش مشكل ماشي اليوم بدا بعد الاقصاء قول لي بلي كان المدرب هذا مفلس تكتيكيين واللاعبين هذو ماشي لاعبين لا ماشي هكذا اللي يحملوا ماشي هكذا اللي يحملوا مصطفى لكن نحن انا نقول انه بالماضي خلينا راني جاي باش يفهم الجموع اسمع كي دير اناليز لازم تبدا بالمقدمة وبعد لب الموضوع وبعد خاتمة هكذا لكن ماشي بحث مصطفى لازم نجيو غير حبه لا جوستومون دوك ندخل لب الموضوع تفضل الشيء الذي لم يكن مطابق واش هو؟ مصطفى انت سالا تقرا الحرب القادمة هذه بعض الصحفيين زملاء سامحهم الله بعض المحللين اليوتيوبر تفهموا داروا عصابة أشرار كاين تكوين عصابة أشرار الهدف نتاعهم ضرب الماضي وهما ما على بالوش ولا تعمدوا ما على بالوش كي يضربوا بالماضي يضربوا الفريق الوطني شحال من اختراق كاين فيديوهات انت ما نقولش كنت نتكلم كثير نتكلم يا جماعه سي با نورمال باش كي سباس وانا واش شفت مصطفى ما على بالوش ولا شفت قسما عظمنا غير خرجوه من التركيز الماضي ولا ما على بالوش خاصة بالمقابلة الثانية كيف نتمتع الشيخ على التغيير هذا قسما عظاما السيد لكن هذه حاجة سبحان الله سبحان الله ليش ما تكوبينيش خليني كوبي بزاف قسما عظاما السيد هذا وكان جيبوا له بسيكار لكن مصطفى المدرب يتلقب بالعوامل الخارجية هذه أمور خطيرة مصطفى يهضر نعطي لك خليني نهضر يا اخي وما ما تكوبيش تفضل مصطفى انت يا دوك خرجوه معقلو ما تقدرش تباع شفنا كاع المغازين اللي داروها هنا تما المغازين اون دور دو ليكيب ناسيونال سي با لابين اللي ما نجرحش الاشخاص السيد هذا راه يقول لك جاني وقت وين يعني يهان بهذه الصفه جابتنا ان شاء الله خير الفريق الوطني اي مدرب يجي وعدكم خاوتنا الكرام باش تعرفوا بلي ما كنتش مقدس في جمال بالماضي ولا كان جمال بالماضي ما نعرفه ما يعرفني كنت نمشي مع جمال بالماضي حفاظا على استقرار الفريق الوطني واستقرارنا واستقرار بلدنا وعلمنا دائما يكون فوق وما نقدرش ننتقد حاجه تاع بلادي واطار تاع بلادي ان شاء الله المدرب هذا اللي راه جاي نوقفوا معاه
ننتقده إذا كان انتقاد، لكن بناء ما نقيسوش أشخاص ماهوش مليح، حرام ولا غير حرام باش إنسان تقيسو في شخصه مهما تكون لا ناسيوناليتي ديالو ما نقيسوش، وخاصة لما يكون جزائري وليد بلادنا وليد دمنا ولحمنا نزيدنا خبطناه مليح هكذاك، لا ماهوش مليح خاوتنا. أنا المدرب اللي يجي نوقف معاه في قناتي لأنه بكل بساطة نضل نعاود فيها هو تحت راية الجزائر، لما أنا نمشي معه أنا نمشي مع وطني ومع الدولة ديالي ومع السلطة ديالي. هذه هي خوتنا خير الفريق الوطني، إن شاء الله مدرب عالمي. هذيك تاع آلي لوزيتش هذيك ما رانيش حبها، سماني ننتقد قبل ما يجي، ولو جاء آلي لوزيتش راني معاه. هذه هي خوتنا الكرام، قولكم شاركوا معنا بقناة عبدو سبور، فعلوا الجرس. سلام.